Bad man, I said, Rotom Melavo. Yo, I don't know my love, but I feel me so point, girl, text girl. I don't know my love, man, them spill a home in the pine for sale. Stick my big party girl on your glove. Spell it a cell, I don't know my love, yo. Come on, leave a bonner, we ram a con toppen. Unkrein, me we show them, skuku stoppen. Ja, kent die kvarter, du kan spørre dem på blokken. Yo. Fella loca, pintar och hundar och de kan man droppa. Jag är helt bedunet, tappar som poppa. Ick foppa, när du är dum eller vad? Är du dum eller vad? Men jag är ick tillräckligt. Dum eller vad? Gjallt dem från Tunis. Dum eller vad? Kan ni bail, jag ska spisa. De känner rutin, ja de känner rutin. Är du dum eller vad? Men jag är ick tillräckligt. Dum eller vad? Står från Tunis. Dum eller vad? Kan ni bail, jag ska spisa. Tiden den är inne och det är tid till att visa. Vem där var mina is? Är du dum eller vad? Bad man, nice, I don't know my level. Yo, I don't know my level. Mother for me, so the point, girl, text girl. I don't know my level, man. Them spill a home in the pine for sale. Stick mine, big party girl on your glove. Spell it a cell, I don't know my level, yo. I don't know my level. الأجواء جميلة جدا هنا في ملعب الأولد ترافورد، هنا في مسرح الأحلام. سأتواجد معكم في كابينة التعليق لتغطية أحداث هذه المباراة، حيث سيكون فريق مانشستر يونايتد يواجه فريق أتلانتا. مباراة تكون مهمة لأنها تحضر الفريق للمباريات الرسمية، تجعل أيضا يكتسب الخبرات وتزيد من ثقته في حال حقق نتيجة إيجابية. يبعدها وضربة زاوية. كرة زاوية إلى العمق. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. هاتيبور بتروح الكرة للخصم. رأي وصفارة وتسلل. غوميز. دوفان زاباتا. كرة هدف الآن. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ هدف أول الآن. هدف مبكر من بدري سجلوها. أشعل المدرج. بداية قوية هنا. المباراة الآن في نقطة تحول كبيرة. هجمة لمانشستر يونايتد. أليخاندرو غوميز اسحب الأرض. يلعبون بضغط عالي في هذه اللحظات. الحارس بيخلصها وبيشتت الكرة. إيدينسون كافاني. ملعوبة إلى مارسيال. الكرة تصل لكافاني في الوقت المناسب. يتدخل ويقطع الكرة. بول بوكبا. الكرة تقطع بعد التمريرة من كافاني. غرينوود يستخلص الكرة وينهي المحاولة. بيخسر الكرة. غوميز. مستحيل مستحيل. هدف ولا أروع. هدف في هذا التوقيت. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. لوك شاو. ملعوبة إلى كافاني.
أنتوني مارسيال. قراءة رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب. بوكبو بدأت هجمة الآن. إيدينسون كافاني. برونو فرنانديز. عمل جيد في قطع الكرة. دوفان زاباتا. ديرون. بينية فيها خطورة. مانشستر يونايتد يلعب على الطرف الان بشكل جيد. دوفان زاباتا. تدخل ضعيف من المدافع. تدخل والكرة بتروح. الله على قطع الكرة. دفاع ممتاز في هذه اللقطة. زاباتا. استخلص الكرة بشكل ممتاز. خلصها في اللقطة الماضية. زاباتا كرها بشكل سليم. يقطع الكرة بدون مشاكل. أنتوني مارسيال. راحت الكرة من عند كافاني. غوميز. مقطوعة تمريرة بول بوغبا. أوهو على هذه الكرة. تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول. غيرت الكرة اتجاهها. خدعت الجميع. فرصة بالضيق. الله على المهارة. حلوة التسديدة. كرة بتعدي بجوار القائم. كانت قريبة من هز الشباك. شوف الأسلوب. شوف اللقطة. كانت بحاجة للتوفيق فقط في اللقطة الماضية. أنتوني مارسيال رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. حكم يحتسب ضربة زاوية. ركنية إلى داخل المنطقة. حارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. راشفورد. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. برونو فرنانديز. هجوم لمانشستر يونايتد. مارسيال. ملعوبة إلى فرنانديز. كرة بينية فيها خطورة الآن. كريستيانو بيتشيني. بوغبا بيخلصها. بول بوغبا. بوغبا يفقد الكرة الآن. أليخاندرو غوميز. ملعوبة إلى دوفان زاباتا. لا جديد. الله على الكرة. على المهارة. على دقة غير العادية في التمرير. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. أليخاندرو غوميز. محاولة وتسديدة فيها قوة كبيرة لكن لا يوجد فيها الدقة المطلوبة وبالتالي الكرة بعيدة عن المرمى. روسلان مالينوفسكي. زاباتا. عدى الفرصة. الله عليك. الله عليك. حطها في المرمى. حطها في مكان. الكرة الجميلة. لمسة ولا أروع. نهاية ولا أجمل. مباراة كانت من جانب واحد. اللقاء بدأ منتهيا بهذا الفارق الكبير. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. مستحيل. هدف.
هدف على الطاير يسجل الآن، حطها في المرمى، كرة ولا أروع. الله عليك، هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. كرة بتعدي بوجه في المرمى، يا رب على هدف من بول بوجبا. الكل يعرف قدراته، لكن من يستطيع إيقافه؟ من يمنعه من التسجيل؟ الله على نهاية. الحكم يقر إضافة دقيقة واحدة للمباراة. إيدينسون كافاني. نهاية الشوط الأول من اللقاء في ملعب. ينطلق الآن الشوط الثاني لهذه المباراة مع ضربة البداية. خطأ ما فيها كلام، بيلعبها قصيرة، ضاع الاستحواذ، وكرة مقطوعة. دوفان زاباتا، غوميز، الله على التصدي. يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. توقع جيد في قطع الكرة. يخسر الاستحواذ. إيدينسون كافاني. مارسيال مرة أخرى يستعيد الكرة بهذا التدخل. أليخاندرو غوميز. بول بوجبا. أنطوني مارسيال. أرسلها قوية، لم في طريقها للحارس. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. يفقد الكرة. فيكتور ليندلوف. بول بوجبا. راشفورد. كرة بتمر إلى إيدينسون كافاني. يا رب، ممتازة هذه اللقطة، جيب من فوق حارس المرمى. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. ديرون. كرة تصل لأليخاندرو غوميز. مارتن ديرون. روسلان مالينوفسكي. الكرة تدور من قدم إلى قدم في انتظار اللحظة المناسبة. زباتا. فرصة أمام المرمى. في كل مكان وبكل وضعية. لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك. لوك شاو. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. نظرة ممتازة. يتقدم الكرة. راح في. يا رحيم، يا الله، الكرة في المرمى. هدف يحرك الشباك الآن. سداسية مقابل هدفين. 8 أهداف حتى اللحظة في هذا اللقاء. بول بوجبا. تمريرات متتالية بحثا عن ثغرة، بحثا عن مساحة في دفاع الخصم. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. فرصة لإرسال الكرة في الشباك. أخيرا ينجح حارس المرمى في التصدي. قدم مباراة للنسيان، لكنه نجح أخيرا في عمل شيء قبل الصافرة.
نظرة على الإحصائيات اللي تؤكد بأن الفريق يمر بيوم جميل حتى هذه اللحظة، يخلق الفرص، يسجل وتقدم في النتيجة ولا يعاني أي معاناة حتى هذه اللحظة. أعتقد بأن في طريقة للفوز وبأداء قوي حتى اللحظة. بينية خطيرة، بول بوجبا، ممتازة التمريرة العالية، صافرة وتسلل، تحرك في وقت مبكر قبل تمرير الكرة. إيدينسون كافاني، كرة بتضيع، فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع، كان ممكن تشكل خطورة، لكن الآن مع الفريق الخصم. مباراة تدخل الآن في الثلث الأخير، كرة لا تمر من كافاني، كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية، بول بوك المساحة أمامه في هذه اللحظات. أوهو، هدف تقليص الفارق، هدف يأتي، ما زالت النتيجة بعيدة، ما زالت مباراة مستمرة، إمكانية العودة موجودة، كل شيء وارد في هذه اللحظة. واضح المدرب راح يجري تغيير في هذا التوقيت. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، كرة فيها خطورة، في شباك خالية، يضع الكرة في المرمى، أوه هدف الآن. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. زباتا يهرب بالكرة، مر فيها، طلب فيها، راح، حلوة كانت الانطلاقة لكن الكرة بتضيع في النهاية. عمل جيد في قطع الكرة، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي، فرصة كبيرة للتسجيل، اعتراض ناجح للكرة، الكرة بتروح، البحث عن هجمة مرتدة، هجمة مرتدة في هذه اللحظات، ولكن عودة بطيئة من الدفاع. الآن 10 دقائق فقط تفصل عن نهاية المباراة. ماركوس راشفورد، جميلة تمريرة إلى كافاني، ركلة جزاء هنا لصالح مانشستر يونايتد، ركلة جزاء فقط بدون بطاقات. ركلة جزاء بعيدة عن المرمى، أكيد الآن التفكير في عدم تنفيذ أي ركلة جزاء أخرى. كفاني بيلعب لكرة بينية، يا سلام على حارس المرمى، بطل هذه الفرصة، ينقذ الفريق في موقف واحد على واحد، يتميز حارس المرمى، الحارس الكبير من الحارس العادي، الله على هذه الكرة. هاري ماغواير، ملعوبة إلى فان دي بيك، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم، إيدينسون كافاني، الكرة عند كافاني، يا لعيب يا لعيب، يا الله على هذا الهدف، هدف لحفظ ماء الوجه، لست متأكدا هل هو كاف لذلك؟ اللعب يتواصل مع ضربة البدء، هذه فرصة هدف، فرصة متاحة، يا رب
اللعبة والكرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع لك. إيدينسون كافاني، إيدينسون كافاني، فرصة خطيرة الآن. مارسيال، كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. حكم يطلق صفيرته معلنا وجود حالة تسلل. كرة خطيرة مع الضغط الموجود عليه. دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوقت بدأ ضايع. بيعدي فيها، يتقدم فيها. الله عليك، الله عليك، حطها في المرمى، حطها في مكان. الكرة الجميلة، لمسة ولا أروع، نهاية ولا أجمل. دوفان زاباتا، تمركز تنطلق صفر في هذه المباراة. من ملعب أول ترافورد مشاهدينا مسرح الأحلام، هذه أجمل تحية في مباراة جميلة منتظرة هنا. سأكون معكم مشاهدينا من كابينة التعليق وكل الأمنيات بمتابعة مباراة رائعة اليوم، حيث سيكون فريق مانشستر يونايتد في مواجهة أتلانتا. مباراة مهمة للمدرب، يمكن من خلالها أن يجرب بعض الخطط واللاعبين وأن يخرج بنتائج عظيمة واستفادة كبيرة. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. بول بوغبا، إيدينسون كافاني، حلو الكرة البينية خلف المدافعين، ركل الجزاء، النتيجة تعادل حاليا. الحكم يكتفي بركلة الجزاء ويحتفظ بالبطاقات في جيبه. أوهو، توقع الله على التصدي لركلة الجزاء. كرة زاوية إلى العمق يبعدها من مناطق الخطر. راشفورد، ملعوبة إلى فيرنانديز، عرضية تصل في وسط منطقة الجزاء، والتدخل ممتاز في إبعاد الكرة. ضرب ركنية الآن، اختار بأن يمررها إلى الزميلة. المرمى في اتجاه التصويبة، يتحدى، يتصدى لركلة الجزاء، بينفذ الركنية، ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. إيدينسون كافاني، اعتراض ممتاز من الدفاع يمنع الخطورة من مرماه. فرنانديز، كرة أخيرة للتقدم الآن، تصويبة يوقف حارس المرمى بدون أي مجهود. موتشيكا، يا لها من مباراة بتواجد هذين اللاعبين في أرضية الملعب. لقاء منتظر ومرتقب في الصراع الثنائي هذا الكبير. لاعبان يمتلكان المهارة وتعتمد عليهما فرقهما بشكل كبير وواضح، والجماهير تأمل بأن يصنعا الفارق في مباراة اليوم. هجمة لمانشستر يونايتد، رأسية بتروح بعيدة عن المرمى، ما عرف كيف يوجه الكرة بشكل مثالي. شوف الكرة الرأسية، وبالتأكيد تحتاج إلى موهبة، إلى مهارة حتى يوجه اللاعب. زباتا، تقدم سريع يأتي، مباراة تبدأ برتم عالي، أجواء مثيرة، إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق، كل شيء يبشر حتى الآن بمباراة كبيرة. بول بوغبا، ملعوبة إلى راشفورد، حلو نقل الكرة من مانشستر يونايتد. روسلان مالينوفسكي، كرة بتضيع. مارسيال، قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. حارس
النصر يتصدى يمنع فرصة هدف محقق. تألق كبير في اللقطة الماضية من حارس المرمى. الجماهير تشعل الأجواء في المدرج الآن. ضغط كبير، ضربة ركنية من الممكن التسجيل من خلال هذه الكرة. برونو فرنانديز في صفرة تعلن عن وجود رأي وتسلل. دوفان زاباتا، إيدينسون كافاني، الكرة تقطع بعد التمريرة من كافاني. قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. أليخاندرو غوميز، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. زاباتا، عودة إلى غوميز، افتكاك الكرة داخل المنطقة. زاباتا، كرة سهلة بيلتقطها الحارس. برونو فرنانديز، ملعوبة إلى فرنانديز. الله على النظرة، هجمة ضاعت بدون أي خطورة. روسلان مالينوفسكي، ملعوبة إلى أليخاندرو غوميز. دوفان زاباتا، فرصة خطيرة في هذه اللحظات. راح الاستحواذ. الله على الكرة البينية من بوجبا، بيرسل الكرة من فوق حارس المرمى. مستحيل اللقطة، أي حظ في الكرة الماضية، لعبها صح من فوق حارس المرمى. شوف وين راحت، شوف الكرة اللي مرت من فوق العارضة، ما بيمر فيها بيعديه. إيدينسون كافاني، تعامل مع هذه الكرة لم يكن بشكل مطلوب. حارس المرمى وجد الكرة السهلة حقيقة بعد لمسة أخيرة ما كانت بالمستوى. كرة بينية فيها خطورة الآن. أوهو، فرصة خطيرة جدا على المرمى، لكن دخية دوما يتصدى ويتحدى. فرصة هدف الآن. الهجمة ما زالت قائمة. يا رب، الكرة في المرمى تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ملعوبة الكرة باتجاه كافاني. لم يعد التعادل بعيدا، هدف واحد فقط يفصل عن الفريق. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. ركلة حرة يحتسبها الحكم. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. ممتاز الكرة إلى مارسيال. فرصة من جديد لكرة التعادل. يعودون في المباراة بعد أن تأخروا بهدفين. لم ييأسوا أبدا، من قال أنهم هزموا؟ كانوا مصرين على تحقيق الانتصار. بيخلصها في هذه اللقطة، تمريرة باتجاه الجناح. مانشستر يونايتد يفقدون الكرة. فرصة لكرة مرتدة سريعة، فرصة بتضيع، كم ممكن تكون كرة مرتدة أخطر؟ في تعليمات من المدرب المستضيف بزيادة الضغط على الفريق الضيف. روسلان مالينوفسكي، ضاعت الكرة. تمريرة ملعوبة، انطلاقة كانت خاطئة من اللاعب، تسلل واضح في اللقطة. موجيكا يتقدم باتجاه المرمى.
كبير، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. على الدفاع بأن يكون أسرع في العودة للتغطية. مانشستر يونايتد يحصل على ضربة ركنية وفرصة للتقدم في النتيجة. ضغط عالي جدا في الأمام. وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. كرة بتضرب الخط الخلفي، يتغلب على الرقابة بشكل ممتاز. يا سلام على اللقطة، على التصويبة، لعبها صح بكل دقة بكل قوة. مرت الكرة، عدت الكرة، ضاعت الفرصة. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. أنطوني مارسيال، عرضية يقطعها الخصم، إمكانية للتسديد. الشوط الأول ينتهي بالتعادل 2-2. ينطلق الشوط الثاني لهذه المباراة مع ضربة البداية. مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. دوفان زاباتا، تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. يفقد الكرة بعد لمسة سيئة. بتضيع الكرة على مانشستر يونايتد. أليخاندرو غوميز، هدف التقدم يأتي يغير مسار المباراة. نقطة تحول في هذا اللقاء، كل شيء سيتغير. يا الله على التوقيت. فرصة خطيرة مع كافاني، يتقدم للأمام. تمريرة يغير من خلالها جهة اللعب. إيدينسون كافاني، كرة يفقدها إيدينسون كافاني. البحث عن هجمة مرتدة، كانت فرصة ممتازة أيضا لهجوم مرتد، لكن الآن يفقد الكرة. موجيكا، دوفان زاباتا، تمريرة على طرف الملعب. زاباتا، يا لعيب، الكرة في بطن القدم بلمسة في الشباك. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. كرة لا تمر من بول بوغبا. بالكرة بيروح فيها، ينجح في المرور في اللقطة الماضية، يمنع التسديدة من المرور. أوهو، ضاعت ركلات الجزاء، مرت بجانب المرمى. أي كرة ضاعت وأي فرصة ذهبية. غرينوود بدون خطأ يحصل على الكرة في منطقته. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة.
نصف ساعة تفصلنا على سطرة نهاية المباراة. تمريرة ذكية، رؤية ممتازة، فرصة كبيرة للتسجيل. مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على الإبداع، على النهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. مارسيال، أليخاندرو غوميز، ملعوبة إلى أليخاندرو غوميز. مانشستر يونايتد يفقدون الكرة، فرصة لوضع الكرة في الشباك. تدخل لكن لا ينتهي الضغط، ما زالت الكرة. بتدخل قانوني يفتك الكرة في 18. الحكم يعطي الأفضلية لمانشستر يونايتد. مارسيال، إيدينسون كافاني، كرتها تخذ فرصة للتسجيل. تسديدة بتروح بعيدة عن المرمى، سدد بقوة لكن ما فكر في ركن الكرة بشكل سليم. أليخاندرو غوميز، الكرة تعود إلى الخصم. راحت الكرة، ذهبت من مارسيال. المدافع يتدخل في الوقت المناسب، ينهي هذه الفرصة. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. هانس هاتيبور، هاتيبور، الله على التدخل المثالي. شوف كيف خلص الكرة. ماركوس راشفورد، هجوم لمانشستر يونايتد. بول بوكبا، ممتازة التمريرة العالية. أضاع الكرة. إيدينسون كافاني، بينية مقطوعة والخطورة مبعدة. أنطوني مارسيال، هاري ماغواير، إيدينسون كافاني، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. دوفان زاباتا، ويخسر الكرة. أنطوني مارسيال، كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. غوميز، فرصة هدف في هذه اللحظات. حكم يشير إلى ضربة ركنية بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. واضح التعب الآن، ممكن يكون في تغيير. رمي التماس بعد تدخل واحتكاك. وضعية صعبة على مانشستر يونايتد حاليا، متأخر بنتيجة كبيرة جدا. إيدينسون كافاني، الكرة تخطى بعد التمريرة من كافاني. تمريرة قوية ستصل لحارس المرمى. تمريرة باتجاه الجناح، غرينوود، مارسيال، تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. 7 دقائق على نهاية هذه المباراة. بيعدي فيها، بمر، بيعدي. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. قربنا من النهاية، المباراة تعتقد انتهت مسبقا لأن فارق النتيجة كبير جدا، من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي. غرينوود، عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم.
زاباتا، عودة إلى غوميز، الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. هاري ماغواير، ملعوبة إلى راشفورد، أنتوني مارسيال، هجمة لمانشستر يونايتد، بشتت الكرة في هذه اللقطة، فرصة كبيرة للهجمة المرتدة ممكن تشكل خطورة، فرصة بتضيع، كم ممكن تكون كرة مرتدة أخطر. الحكم بيضيف دقيقة واحدة لعمر اللقاء، ولا أن تأتي سطرة نهاية المباراة